وينضم إلينا من دبي محلل أسواق مالية في إكويتي جروب رائد خضر للحديث أكثر حول التطورات أو تطورات العملات الأجنبية. سيد رائد، بعد التحية، الدولار مستمر في الارتفاع منذ بداية الأسبوع ومنذ بداية هذا اليوم، أسباب هذا الارتفاع المتواصل للدولار؟ اهلا وسهلا. مبدئيا نحن الدولار الامريكي بارتفاعاته الاخيره امام سلم من العملات هو عمليه مستمره منذ فتره زمنيه يعني طويله، منذ ان اعتقد الفيدرال الامريكي أنه قد تأخر في عملية تشديد السياسة النقدية لمكافحة التضخم، ومنذ أن قال بأن أو اعترف بأن التضخم ليس مؤقتا وإنما هو خطر أكبر يحتاج إلى تشدد أكبر في أسعار الفائدة. وبدأ الدولار الأمريكي مسيرة الارتفاعات، الآن هو فوق مستويات ال 110 كمؤشر للدولار الأمريكي أمام سلم العملات. السبب الرئيسي في ذلك هي النوايا المستمرة للفيدرالي الأمريكي بمزيد من تشديد السياسة النقدية وإعادة مستويات التضخم إلى المستهدفات عند 2%. التضخم حاليا هو 8.5% وبعيد نسبيا ويحتاج إلى مزيد من الرفعات. احتمالية رفع أسعار الفائدة ب 75 نقطة أساس للمرة الثالثة على التوالي بالنسبة للفيدرالي أصبحت عند أيضا تقريبا حوالي 74% الاحتمالية، مقابل يعني 26% لرفعة ب 50 نقطة أساس فقط، أي أنه موعدنا مع 21 سبتمبر وارد جدا أن يكون رفع أسعار الفائدة كبير، وهذا يعني استمرار وتيرة تشديد السياسة النقدية بشكل قوي جدا من الفيدرالي. هذا سيخفض التضخم ولكنه سيخنق النمو الاقتصادي وسيسبب تراجعات في أسواق الأسهم خلال الفترة القادمة. نعم سيد رائد، إذا ما انتقلنا أيضا إلى اليورو وأيضا أسعار الفائدة تلعب دورا مهما مع ترقب اجتماع البنك المركزي الأوروبي ليوم غد، ما هو المتوقع لحركة اليورو مقابل الدولار في ظل التوقعات الكبيرة بأن يرفع المركزي الأوروبي أيضا أسعار الفائدة؟ الوضع مختلف بعض الشيء ما بين منطقة اليورو الموحد وما بين الولايات المتحدة الأمريكية. إذا وضعنا المقارنات مثلا على سبيل المثال ISM وهو مؤشر لقياس الصناعات التحويلية في أمريكا صدر بقراءاته الأخيرة مشيرا إلى إيجابية وارتفاع ونمو. إذا نظرنا إلى مقارنه من البيانات الأوروبية فننظر إلى مؤشرات مديري المشتريات PMIs في أوروبا جميعها تشير كانت إلى قراءات سلبية وما دون 50 وإلى انكماش في هذه القطاعات، أي أن على الرغم من تشديد السياسة النقدية ولكن تأثر الاقتصاد الأوروبي بهذا التشديد وبرفعات أسعار الفائدة سلبي وسيء بشكل كبير بالمقارنة مع الاقتصاد الأمريكي الذي لا يزال محتفظ بقوة ويتمكن من مجابهة رفعات أكثر في أسعار الفائدة، أي بعبارة أخرى قد يمتنع الأوروبي عن رفع أسعار الفائدة بشكل كبير جدا، وإذا أقدم على الرفع بخمسين نقطة أساس أعتقد سيكون أكثر من كافي بالنسبة للمنطقة الأوروبية، وذلك سيحقق نوعا ما عودة وارتفاع طفيف في الدولار الأمريكي أمام اليورو وبقاء لليورو تحت المستويات المنخفضة، يعني ممكن حتى نشوفه دون مستويات 98 سنت أمام الدولار الأمريكي. نعم أيضا سيد رائد، ما يتعلق بالين الياباني ما زال يواصل تراجعه مقابل الدولار إلى مستويات قياسية، ما هو السبيل لتوقف هذا الهبوط؟ وأيضا هل باعتقادك أن اليابان راضية عن هذا التراجع الملفت؟ يعني الفجوة متسعة وبشكل كبير بين السياسات النقدية ما بين الولايات المتحدة الأمريكية واليابان. اليابان يبقي على سياسة تحفيزية، أسعار الفائدة صفرية، وطبعا سياسة تحفيزية بشكل كبير جدا، استمرار لنهج السابق شينزو آبي، ويعني كورودا يؤكد على أنه البنك المركزي الياباني مستمر في عملية تحفيز الاقتصاد والسياسة التحفيزية. هذا يبقي مستويات وأفق أعلى لزوج دولار أمريكي ياباني قد تطال فوق مستويات حتى 144 إلى 145 خلال تعاملات هذا العام الحالي، أي نتحدث عن أكثر من 300 نقطة إضافية ممكن أن يضيفها هذا الزوج إذا ما استمرت الظروف الحالية. الحل الوحيد اللي ممكن نحن نشوفه على أرض الواقع هو يعني توقف عجلة تشديد السياسة النقدية الحثيث الذي يقوم به الفيدرال الأمريكي، ولا أعتقد
أن المركز الياباني سيقدم على أي تجديد في السياسة النقدية، لأنه في عندنا نقطة مهمة جدا واللي هي أنه التضخم الداخلي داخل اليابان لا يزال منخفض، ويمكنه المركزي الياباني الإبقاء على سياسة تحفيزية لفترة أطول. نعم، محلل أسواق مالية في إيكويتي جروب رائد خضر، شكرا جزيلا لك.